السيدات والسادة، أصحاب المقام الرفيع، ممثلو الدول والخبراء، المنظمات، الإعلام، اسمحوا لي في البداية أن أرحب بكم باسم الشبكة الدولية للحقوق والتنمية وكل الفريق العامل على حضوركم المشرف الذي يتسم بالمسؤولية العالية تجاه العنوان العريض للمؤتمر، والذي أختزله بمعنى آخر في كيفية محاربة الإرهاب ضمن وسائل حضارية فاعلة. منذ عامين تقريباً تنبهت فرق العمل في الشبكة الدولية للحقوق والتنمية إلى المستويات الخطيرة في تطور الإرهاب وصعوده لموقع المسؤولية الأولى عن الانتهاكات الفظيعة لحقوق الإنسان بشكل مباشر وغير مباشر. من أجل ذلك نشرنا آلاف الباحثين الميدانيين حول العالم في مناطق النزاع ومناطق الاستقرار، وأخذنا نربط النتائج الاستقصائية بعمل دؤوب منذ أكثر من عام بالتواصل مع جميع دول العالم والمنظمات الدولية المتخصصة صوناً للبشرية والكرامة الإنسانية المتأصلة. سأكون في حديثي دقيقاً ومفصلاً، وسأحاول أن أتحدث بلغة الأرقام حتى تصل للعقول، وكذلك سأطرح المقترحات والحلول التي تضعها الشبكة الدولية للحقوق والتنمية بين أيديكم. يؤسفني أن أقول أمامكم أن الإرهاب ينمو ويتطور بنسب أصبحت تهدد الأمن والسلم العالميين. فقد خلال العامين الأخيرين شهد العالم 62312 حادث إرهابي، وخلال 15 سنة الماضية كان عدد الحوادث الإرهابية 151618 حادث إرهابي، رقم مهول. وفي العامين الأخيرين فقط تناولت وسائل الإعلام سواء كانت محلية أو إقليمية أو دولية فقط 39.5% من الحوادث الإرهابية، مما يعني أن هناك آلاف الضحايا لم يسمع بهم أحد. وقبل 5 سنوات فقط كان ضحايا الإرهاب ينحصرون في 8 دول فقط، أما اليوم فضحايا الأعمال الإرهابية يتوزعون على 151 دولة. إن القوائم السوداء للدول والمؤسسات الدولية حول الجماعات التي تمارس الإرهاب تتعدد وتختلف، ويوجد حتى يومنا هذا 1812 منظمة مدرجة على قوائم الدول بتهمة ممارسة الإرهاب، ويعمل تحت رايتها ما يقارب من 13 مليون شخص، ويتأثر بفكرها ما يقارب من 80 مليون شخص. إن 23% من شباب العالم القلب النابض للبشرية معرضون للانخراط في أعمال عنف وإرهاب نتاج إحباط وفقر ودوافع البحث عن الذات وأسباب عميقة للإرهاب لا تتصدر أولويات المجتمع الدولي. و33% أيضاً من شباب العالم معرضون للانخراط بردات فعل عنيفة على ممارسات إرهابية ضمن حواضن عنصرية وعرقية وقومية لحماية الذات. الخسائر الاقتصادية المباشرة للأعمال الإرهابية قفزت إلى أعلى من 5 تريليون دولار، وهذا الرقم بحد ذاته كان قادراً على حل مشكلة البطالة في كل دول العالم بنسبة تقارب 65%. قبل 10 سنوات كانت المساحة الجغرافية التي يسيطر عليها الإرهابيين حول العالم لا تتعدى 30,000 كيلومتر مربع، أما اليوم فيسيطر الإرهابيين بشكل كامل على 12 مليون كيلومتر مربع من مساحة العالم. أما السيطرة الغير مباشرة فهي تمتد إلى 66 كيلومتر مربع، وأعني بذلك الأماكن التي يوجد بها خلايا نائمة تنشط في التجنيد والعمل تحت الستار. وكم سيكون محبطاً إذا علمنا أن المساحة الكلية لليابسة على الأرض
هي 148 مليون كيلو متر مربع، 939 ألف تقريبا. هذا رقم محبط جدا، وهذا انتشار كبير. وصل عدد قتل الأعمال الإرهابية في العامين الماضيين فقط إلى 632,716 شخص، في حين بلغ عدد الجرحى تقريباً 1,763,000. أما عدد النازحين والمهجرين فقد قفز إلى أكثر من 18 مليون شخص بسبب الأعمال الإرهابية. وقبل العام 2001 كانت 80% من الهجمات الإرهابية على مستوى العالم تنطوي على استخدام أسلحة بدائية ومتفجرات ضعيفة التأثير، وبعد ذلك أصبحت 72% من الهجمات تستعمل أسلحة متطورة ومتفجرات شديدة التأثير وتكنولوجيا عالية وأساليب ذكاء غير معهودة من قبل ذلك. قبل العام 2001 كانت الهجمات الإرهابية تستهدف بنسبة 90% فئة معادية محددة، في حين شهدت الفترة ما بين العام 2010 إلى العام 2014 هجمات إرهابية تستهدف الآخر كونه آخر بنسبة قفزت عن 81%. لقد تحدثنا عن الخسائر الاقتصادية المباشرة ولم نتحدث عن ميزانيات مكافحة الإرهاب، فهل لكم أن تتصوروا أن دول العالم مجتمعة صرفت مبلغ 22 تريليون دولار على مكافحة الإرهاب خلال الثلاث سنوات الأخيرة؟ حتى يومنا هذا هناك 12 مليون و500 ألف امرأة ترزح تحت السيطرة المباشرة لجماعات إرهابية تمارس كل أنواع القمح والوحشية بحقها، وهناك 17 مليون طفل تنتهك حقوقهم بشكل يومي دون قدرة على التدخل لصالحهم. هناك تطور خطير في ترابط العلاقة الوثيقة بين شبكات الجريمة وتجارة المخدرات، ارتفعت وتضاعفت 50 مرة خلال العام الماضي. وهناك أيضاً إعدامات يومية لا نعلم بها، وأطفال يتعرضون للاغتصاب، وقوانين لم تفرض في العصور الوسطى، ووحشيات لا يمكن تخيلها أدمت قلوبنا جميعاً. 20% من عوائد العالم الطبيعية اليوم من غاز ونفط ومواد خام أصبحت غير قادرة على الخروج من أماكنها بسبب الإرهاب. 25% من الإرهابيين يعملون بشكل منظم، و 25% بشكل عشوائي وشبه منظم. أما الخطر الأكبر هو أن هناك 50% منهم يودون لفت الانتباه والانتماء إلى مجموعات إرهابية، وهؤلاء يصعب مراقبتهم ويصعب التنبه أو التيقظ لما سيقومون به من أعمال. 85% من الإرهابي 85% من المجموعات الإرهابية في العالم خرجت من رحم مجموعات شرعية تحمل أفكاراً خاطئة وانشقت عنها، مما جعل المجتمع الدولي يواجه هذا الخطر حين قرر أن يحارب الإرهاب دون أن ينتبه إلى محاربة فكر الإرهاب. المعالجات العسكرية حدت من قدرة الإرهاب في رصدنا لها 7%، والحلول السياسية بنسبة 13%، والحلول الأمنية بنسبة 21%، وبقيت 59% من قدرة الإرهاب مستعصية على العلاج. غير أنه الخطر الأكبر هو قدرة المجموعات الإرهابية وقابليتها للتجدد والنفاد إلى وسائل شرعية طورتها البشرية من أجل أن تنشر فكر الإرهاب، وتراكم خبرات إرهابية مرنة في مواجهة أساليب حكومية روتينية. 75% من دول العالم واجهت أعباء في ميزانياتها العامة نتيجة مشاكل جانبية للإرهاب مثل اللاجئين، الأمن، الحدود. 6850 منطقة يائسة حول العالم تحتوي على آلاف البائسين خارج الاهتمام الحكومي أصبحت محل تركيز الجماعات الإرهابية، وتحول أكثر من 28 منها في غضون أشهر قليلة إلى بيئات حاضنة للإرهاب، في حين ظلت المناطق المتبقية معرضة للخطر، فللإرهاب أسبابه العميقة. فكر الإرهاب تطور بشكل عنيف وأصبحت أساليب غسل الأدمغة خارج الاهتمام الحكومي.
وأصبحت أساليب غسل الأدمغة تستند إلى برامج واستنادات يتم تطويرها، وهناك أكثر من 70% من المنخرطين في أعمال إرهابية لا يشعرون بالندم على أفعالهم الوحشية، لأنهم ببساطة يعيشون في عالمهم الخاص خارج عالمنا، وهناك من يحاول عزلهم ليجعل منهم وحوشاً لا تمس للبشرية أو الإنسانية بصلة. في ظل الإحباط واليأس، صار الكثير من أفكار الإرهاب يتحول إلى قيم يؤمن بها الآخرون، وللأسف نجدها تنتشر على مواقع الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي وتمجد. لقد تضرر قطاع الصحة على الصعيد العالمي بنسبة 11% نتيجة الإرهاب أو ممارسات متصلة به، وتضرر قطاع التعليم بنسبة 9%، وتضرر القطاع الاقتصادي بنسبة 23%، وشهد العالم أزمات مالية طم النظر إلى أسبابها الظاهرة دون التعمق في علاقتها الوثيقة بالإرهاب. هل تعلمون أن إمكانيات 45% من دول العالم تراجعت وانخفضت في مواجهة الاستجابة للكوارث والأزمات بسبب صعوبات لوجستية نتيجة الإرهاب؟ فلا نستطيع أن نصل إلى كل مكان يحتاجنا الناس فيه. وبسبب الإرهاب تعرضت 55% من الأقليات في العالم للاضطهاد والتهجير القسري. بسبب الإرهاب شهدت 71 دولة نزاعات واضطرابات مدنية، مما جعل تماسكها الاجتماعي يضعف، وتنهار فيها مؤسسات حكم رئيسية، وتصاب مقومات الحكم العام بضعف. بسبب الإرهاب تراجعت برامج الوقاية والتحصين والحماية بنسبة 33% في العالم لصالح ردات الفعل والمواجهة المباشرة. وبسبب الإرهاب شهدت دورة الأمن الغذائي العالمي هزات عنيفة ارتفعت خلالها الأسعار بنسبة 23% جراء ارتفاع تكلفة النقل والتأمين وتزايد المخاطر والصعوبات اللوجستية، ووقوع الكثير من الرقع الزراعية في مناطق الصراع أو الاستهداف من قبل الإرهاب. بسبب الإرهاب انهارت خطط الاقتصاد الكلي لأكثر من 42 دولة، وتم ترحيل 13% من ميزانيات الضمان الاجتماعي في والرفاه في الدول الصناعية لصالح مواجهة الإرهاب. بسبب الإرهاب شهدت 83 دولة ضعفاً حاداً في تأمين الخدمات الأساسية الموكلة للحكومات، مما جعل ملايين البشر يتأثرون نتيجة ذلك. بسبب الإرهاب أيضاً تراجعت برامج استحداث فرص العمل على الصعيد الدولي بنسبة 21%. وبسبب الإرهاب تعثرت البرامج الإصلاحية لمكافحة التمييز وتداخلت مع برامج المكافحة للإرهاب، واضطرت دول عديدة إلى سن قوانين طارئة تتعارض وقيمها التاريخية. وبسبب الإرهاب وخاصة في الدول النامية تراجعت برامج التعافي من الأزمات بنسبة 26%. بسبب كثافة الإرهاب وارتفاع أعداد القتلى، وللأسف توقفت الكثير من المنظمات الدولية الحكومية والغير حكومية ومن ضمنها الأمم المتحدة عن حصر أعداد القتلى والجرحى، لأنها لم تعد قادرة على توفير الميزانيات اللازمة لذلك. وبسبب الإرهاب ارتفعت أفعال الجريمة بنسبة 12% على الصعيد العالمي نظراً لغياب السيطرة الحكومية، وانخفض الشعور بالأمن والسلام على المستوى العالمي بنسبة 25%، وأصبحت 24% من مناطق الاحتياج في العالم خارج قدرة المنظومة الدولية على الوصول والإغاثة. بسبب الإرهاب اهتزت منظومة العدالة على الصعيد الدولي وتراجعت بنسبة 18% لوجود الكثير من المتطرفين الذين أصبح لهم ما يعتقدون أنه عدالة وفق أفكارهم المتطرفة، واستحدثوا أساليب بشعة تحت مسمى قانون. وبسبب الإرهاب انخفضت معدلات النمو البشري على الصعيد العالمي بنسبة 9%. بسبب الإرهاب والخوف من الإرهاب تم تغيير الكثير من الخطط المستقرة للأسر والعائلات، وارتفعت الفوارق الاجتماعية، واتسعت سطوة المتطفلين
في المناطق المحادية للنزاع مع الإرهابيين، والتي تعتبر في مفهومنا المدني مناطق لجوء. بسبب الإرهاب تم إرغام 33% من النساء النازحات بشكل مباشر أو غير مباشر على العمل في مجال البغاء أو في أعمال غير شرعية متصلة بشبكات جريمة مشابهة. وأرغمت الاحتياجات الأمنية 36% من دول العالم على فرض قوانين خلقت حالة لا استقرار مالي ولجوء إلى وسائل تضييق على حركة الاقتصاد، وتعقيدات على تسهيلات كانت تشجع التعاون والتجارة والتعليم والسياحة والثقافة العابرة للحدود. هناك أكثر من 150 طفل حول العالم تم تجنيدهم وإرغامهم على حمل السلاح وتنفيذ عمليات قتل وتعذيب بشعة لا تتناسب مع طفولتهم، بالإضافة إلى أن هناك 3.5 مليون طفل يعانون من صدمات نفسية عميقة، وهناك حوالي 700,000 أصبحوا خارج المنظومة التقليدية للعائلة. شهدنا مجموعات مضادة للإرهاب تريد أن تحارب الإرهاب تلجأ إلى الحماية الذاتية بأساليب خاطئة، وكانت النتيجة أن أكثر من 21% منها نما وتحول في أساليب عمله من حماية إلى ممارسة أشكال شبيهة بالإرهاب. وبسبب الإرهاب انهارت منظومة الحماية الاجتماعية بالكامل في 13 دولة، وانخفض الحد الأدنى للحماية في 63 دولة، واضطرت أيضاً 83 دولة إلى استحداث برامج احتواء اجتماعي. وبسبب الإرهاب تضررت وبشكل غير مباشر حماية القيم العالمية، وازدادت الهجرة الدولية الغير شرعية بنسبة 31%، وتكونت أقليات عرقية جديدة. وهناك اليوم كما تعلمون حوالي 270 مليون شخص يعيشون خارج بلدانهم الأصلية. بحثنا دل أن هناك 46 مليون منهم تقريباً هاجروا بلدانهم بسبب أعمال إرهابية. ما زلنا نعمل على إعداد تقرير دولي كبير ومعقد يرصد الآثار الجانبية للإرهاب من جوانب أخرى وتأثيراته المباشرة على انهيار القيم المعرفية، هروب المحترفين ورؤوس الأموال والعلماء والخبراء من أوطانهم الأصلية، انهيار نظام الإعانة الاجتماعية وترحيل الميزانيات، وأزمات الطبقة العاملة التي أغلقت مصانعها وأماكن عملها، الرسم البياني لانخراط الشباب في الإرهاب ونزوح قسم آخر منهم للهجرة أو التخطيط لها، وندرس كيفية تعرض المرأة للإقصاء والاستغلال، ومدى توريط الأطفال في ممارسات تتسم باللا إنسانية، وكيف أصبح الإرهاب في أحيان كثيرة متنفساً للتعبير عن احتياجات وتطلعات شباب محبط يريد أن يجعل الفشل والمظالم سبباً لذلك. عدم مكافحة الدوافع الجاذبة للإنخراط في الإرهاب وأسباب فقدان الثقة بالنفس والشعور بالإدلال والآثار العميقة له على المدى البعيد، وكيفية الهروب من الظروف المحبطة بالمجتمعات الإرهابية إلى الإدمان على المخدرات ووسائل أخرى. ولم نخفل تأثير النقص في مرافق الترفيه والحياة العادية وانعدام فرص العمل وضعف مقومات الحكم والعدالة وهروب الكفاءات وفقدان قطاع كبير وواسع من الناس للتواصل مع أملاكهم وبيوتهم التي هجروا منها. نرصد فقدان الهوية لقطاعات اجتماعية واسعة وعمليات الاغتصاب والحياة الآمنة ومدى تأثيرها المستقبلي على مستقبل البشرية. ونرصد كيفية التقاعس في معالجة الأسباب العميقة للإرهاب في الدول الضعيفة وعواقبه الوخيمة على الأمن والاستقرار والرخاء على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية. السيدات والسادة، أصحاب السعادة والمقام الرفيع، ممثلو الدول، الخبراء، المنظمات ووسائل الإعلام، كل ما سبق يبرهن أننا أمام طاعون اسمه الإرهاب بدأ ينتشر، ولا بد من اتباع أساليب متينة للمعالجة تتسم بالنظرة العميقة. ولا نعتقد أن أحداً من الحاضرين أو المتابعين عن بعد يختلف معنا في حقيقة أنه آن الأوان لضرورة المعالجة الجماعية والتصدي الجماعي للإرهاب.
فالأجيال القادمة لن تسامحنا حين تعرف أن النساء بيعت في الأسواق في عصر نعيش فيه، ولن تسامحنا الأجيال القادمة عندما تعرف أن هناك فتيات في سن الطفولة مختطفات يتعرضن للاغتصاب وأبشع أنواع الهمجية يومياً دون أن نستطيع أن نحرك ساكنة. إننا بحاجة إلى توسيع نطاق المسؤولية والمشاركة في التحرك الجماعي لمكافحة الإرهاب، وإشراق قطاعات جديدة من مثقفين وأدباء وفنانين ومجتمعات مدنية وأطراف أخرى في مواجهة فكر الإرهاب. هناك مأزق في التحرك الجماعي، وهناك تداعيات ومخاطر تتطور يوماً بعد يوم، وهناك إجراءات غير منسقة للدول وتمثيل غير كافي أيضاً، وولايات ومؤسسات دولية مجزأة يسودها الارتباك، وينقص المجتمع الدولي وجود الضمانات والاستعداد الكافي لمواجهة التطور المفاجئ للإرهاب. نعمل بردات الفعل، نعم، ونتحرك ونركز على الردود الإرضائية، ونتساهل كثيراً في الإجراءات الوقائية والفعل الاستباقي. إن وجود عالم آمن يحتاج إلى عمل جماعي وآلية متخصصة وتماسك في عمل المؤسسات وتفهم لمحاذير الأمن الوطني للدول بات أمراً حتمياً لضمان فعالية التعاون الدولي. نحتاج إلى تشجيع المواطنة العالمية والتشجيع أيضاً على جني الثمار من وراء ذلك، واعتماد برامج أكثر احترافية لنبذ العنف والكراهية. ونحتاج إلى تطوير حضارتنا ومعرفة أن الحضارة لا تقوم على ازدراء الحضارات، لكنها تقوم على تجاهل ومحاربة كل عداء للتنوع الحضاري والثقافة البشرية. نحتاج إلى مؤسسات فاعلة تبحث في الأسباب العميقة للإرهاب، وإلى جسم دولي يفرق بين الإرهاب المرفوض والإرهاب المفروض. وإن أردنا أن نكون دقيقين في التوصيف، فإننا بشكل عام نمارس عداءات للإرهاب ولا نمارس العداء الشامل للإرهاب. على أي منظومة، سواء كانت رسمية أو اجتماعية، ولا بد من العمل على ذلك. وأمام تزايد الأعمال الإرهابية الأخيرة، أصبحت الأمم والشعوب مجتمعة مهيئة وتنادي حكومات العالم للتصرف، ونحن أمام فرصة تاريخية مليئة بالاحتمالات لنبرهن أننا قادرين على استنفار مقدرات البشرية لحماية مكوناتها، وأننا قادرون على مكافحة الإرهاب في ظل إجراءات قانونية تحفظ مكتسبات البشرية ووسائل التنمية، ويكون لنا صوت واحد يعلو أكثر فأكثر أن الإرهاب لا مكان له في عالمنا. أمام تلك الهمجية الشاملة في الممارسات الإرهابية والعنف المفرط في السلوك والأفكار والمفاهيم والممارسات، نحتاج إلى تنويع أساليب ووسائل المواجهة. وعلى الرغم من آليات الردع العسكري والأمني والإحتواء والدبلوماسية والإقناع اللطيف والتفكيك والعزل والتجارب الناجحة والمحبطة، إلا أننا لم نقارب فكرة أن نجعل محاربة الإرهاب نهج حياة يومي في سلوكنا الرسمي والغير رسمي. ومن أجل ذلك نضع اليوم بين أيديكم الأمينة المقترح الأول لاتفاقية دولية شاملة تستحق منكم الدراسة الحقيقية، لأنها جاءت نتيجة جهد استقصائي لخبراء أخذوا الكثير من الاحتياجات والضرورات في عين الاعتبار. نتناول فيها البنود العامة للتعاون الجماعي لمكافحة الإرهاب، كيفية تطوير التعاون الدولي وآليات التنسيق، محاربة الأسباب العميقة للإرهاب وتطوير قدرات العاملين في مجال المكافحة، كيفية حماية منظومة حقوق الإنسان وصونها في سياقات المكافحة، والأهم من ذلك أوجدت الاتفاقية معالجات سليمة لكل نقاط الخلاف السابقة التي عطلت وجود اتفاقية لمكافحة الإرهاب. كما تحتوي هذه الاتفاقية على ولادة جسم جديد، وهو أصبحنا جميعاً بحاجة له، ألا وهو المجلس الدولي لمكافحة الإرهاب. أصبح أمن العالم أمن واحد، ونحتاج إلى جسم واحد يحارب الإرهاب. هذا المجلس سيضمن إجراءات سليمة وسريعة وتشريعات قابلة للتنفيذ،
آلية مراجعة دورية للإجراءات الوطنية وتعزيز قدرات هيئات وطنية دائمة، الاستجابة لأي تطور. سيسهل عمل وجود غرفة عمليات دولية ودائمة تنسق بين كل أجهزة الاستخبارات والدوائر المعنية في العالم، إجراءات فعلية لتطوير القدرات وتحديد من هو الإرهابي ومن هي المنظمات الإرهابية، وتناول قضية بناء على بلاغات الدول التي تخضع للرأي العام الدولي الجماعي. مجلس يحد من الإجراءات المتضاربة والارتباك، ويوحد الإرادة الدولية في مواجهة الإرهاب، ويضع البرامج الدولية الملائمة. لا يدخل ولا يتداخل ولا يتعارض مع أي مؤسسات دولية قادمة، أو يحد من صلاحياتها، أو يتعدى على أي إرادة وطنية، بل يتكامل معها. أرجو منكم جميعاً أن نكون فاعلين في النقاش، ونعمل على نقاش جاد ومثمر، والتأكيد على أننا جميعاً حكومات ومجتمع مدني نقف صفاً واحداً في مواجهة الإرهاب والدفاع عن الحقوق والقيم الإنسانية. وتذكروا أن هذه الاتفاقية مجرد مسودة أولى وفكرة استثنائية للاستثنائية قابلة للإغناء والتطوير، النابع من خبراتكم وجهودكم المحمودة في الصدد. وأنا على يقين بأن هذا الحضور خطوة جادة نحو إيجاد حل شامل وسريع يعالج الأسباب العميقة والحقيقية للإرهاب وممارسات العنف والتطرف، بما يضمن القضاء على ظاهرة الإرهاب، مع التأكيد على حماية واحترام حقوق الإنسان للجميع. شكراً لكم جميعاً، تمنياتي لكم بالتوفيق، وأتمنى أن توفقوا في أعمال مؤتمركم الموقر. شكراً جزيلاً. Thank you to